أكثر ما يؤلم الإنسان هو صداع في الرأس، وأحيانا هذا الصداع يأتي من الجانبين، ويحس الإنسان بضغط على العينين وكأن في حد بيضغط لإخراجهم إلى الأمام أو من مكانهم. هذا الصداع هو صداع بيسمى على جانبي الرأس، خلاف الصداع اللي هو الشقيقة أو الصداع النصفي اللي هو بيأتي في أحد الجوانب. معانا معلومة بسيطة النهاردة عن هذا الصداع، أسبابه وطرق علاجه، فابقوا معنا، ودائما وأبدا شجعونا بلايك شير والدال على الخير كفاعله، ونبدأ معلومتنا البسيطة النهاردة. بيعد الصداع بالدرجة الأولى هو لنتيجة أو ناتج أو سبب أو ناتج من أسباب فرط النشاط أو نتيجة أحد المشاكل في الأعضاء الموجودة في الرأس، زي العضلات، زي الأوعية الدموية، زي أعصاب الرأس وغيرها. في تغيرات كيماوية ممكن تحدث في الدماغ أو في الرأس تسبب الصداع، فالصداع له هو نتيجة لسبب ما. وعلاج الصداع أولا وأخيرا يجب أولا أن تعالج السبب، وأن تعالج السبب. يعد الصداع النوع الأول وهو على جانبي الرأس أكثر شيوعا لأسباب، منها أن يتميز بتوتر شديد، ضغط على جانبي الرأس، يبدأ الألم في الجبهة ثم بيتحرك إلى مؤخرة الرأس، بيستمر من 30 دقيقة وقد يصل لعدم العلاج إلى 7 أيام. ده بيختلف عن الصداع النصفي بأنه لا يرتبط لا بغثيان ولا قيء، ولكن بيكون مصحوب بفقد شهية لدى بعض الأشخاص. يحدث هذا النوع من الصداع نتيجة الضغط العصبي أو القلق أو الحرمان من النوم أو التغيرات في درجة الحرارة أو أحيانا الصيام أو عدم الأكل في الوقت المحدد. النوع الثاني من الصداع هو صداع ثانوي، والصداع الثانوي بيبقى عرض لمرض آخر بيسبب تحفيز الأعصاب الحساسة للألم في الرأس، وتضم أسبابه كتيرة، منها أورام الدماغ إن وجد ورم في المخ أو تمدد الأمعاء الدموية في المخ، يمكن أن يؤدي إلى صداع نتيجة الضغط من الورم أو النزيف الدموي على الجمجمة، الصداع العنقي، وهذا النوع من الصداع عند بدء الأقراص في الرقبة في التدهور والضغط على العمود الفقري اللي هي الفقرات بتاعت الرأس، ده بيسبب شعور بالصداع وألم كبير في الرقبة. إذن الصداع ممكن يأتي نتيجة التهابات في فقرات العنق. أيضا صداع ناتج عن الإفراط في استخدام بعض الأدوية، هذا النوع من الصداع نتيجة الإفراط في تناول الدواء المسكن للصداع، ومن ثم التقليل منهم أو التوقف عن تناول تلك الأدوية بشكل مفاجئ. من الأمثلة على الأدوية التي يمكن أن يسبب الإفراط في تناولها هذا النوع من الصداع الهيدروكودون. أيضا هناك نوع من الصداع هو الصداع المرتبط بالتهاب السحايا، وبيحدث التهاب السحايا نتيجة عدوى في الأغشية التي تبطن الجمجمة وتحيط بكل من الحبل الشوكي والدماغ. أيضا صداع مع بعض الصدمة، قد يتعرض الشخص للصداع بعد الصدمة في الرأس، يعني خبطة في الرأس نتيجة سقوط أو تعرض لحادث سيارة أو أي حادث آخر. أيضا هناك صداع نتيجة الجيوب الأنفية، يتسبب التهاب في تجاويف الجيوب الأنفية المليئة بالهواء في الضغط والألم الذي يؤدي إلى صداع بيسمى صداع الجيوب الأنفية. أيضا هناك صداع العمود الفقري، يمكن أن يحدث صداع العمود الفقري نتيجة حدوث تسرب بطيء للسائل الدماغي الشوكي، ويحدث هذا التسرب عادة بعد القيام بتخدير فوق الجافية أو التخدير النخاع. دي أنواع من أنواع الصداع بتبقى نتيجة لإصابة الإنسان ببعض
الأمراض أو التعب. أيضا هناك أسباب صداع أخرى ممكن تصيب الإنسان بنوبات صداع بعد هلع شديد، سكتة دماغية، تسمم بأول أكسيد الكربون، نزيف دماغ، ارتجاج في المخ، جفاف، الإنسان عنده جفاف يجيله صداع. أيضا تعب في الأسنان اللي هما بيسموه صرير الأسنان، ممكن أيضا الصداع نتيجة الإنفلونزا، ممكن الصداع نتيجة ارتفاع الضغط والضغط الناجم عن ارتداء خوذة الراس أو النظارة الواقية، ممكن تسبب أيضا الصداع. نصل إلى متى يستوجب إنك تعرض نفسك على الطبيب في حالة إصابتك بالصداع؟ في حالات يتطلب مراجعة الطبيب. لو الصداع استمر لعدة أسابيع دون تحسن، أو الصداع ارتبط بأعراض عصبية زي الضعف على جانب واحد من الجسم، صداع بيظهر لأول مرة للشخص وخاصة لدى الأشخاص الذي لا يصاب بصداع عادة، جاله صداع فجأة، ما عندوش أي صداعات ولا بيعاني من صداع، فجأة جاله صداع واستمر مدة طويلة. الصداع الذي يزداد سوءا في الصباح أو عند عند النوم، الصداع اللي يوقظ الشخص من نومه، أو الصداع المصحوب بغثيان وتقيؤ، كل هذه الظواهر لابد من مراجعة الطبيب. الصداع الذي يحدث لدى شخص مصاب بالسرطان، الصداع المصحوب بالدوار والدوخة وفقدان التوازن، الصداع المصحوب بضعف أو فقدان الإحساس في أحد الأذرع أو الساق، الصداع المصحوب بنوبة تشنجية أو فقدان القدرة على الكلام، أو صداع يسبب لك مشاكل في السمع. كل هذه الأنواع من الصداع أو الأعراض لابد في هذه الحالة من مراجعة الطبيب. دي فكرة بسيطة عن الصداع وأسبابه. وأولا وأخيرا، هذا الصداع أو الصداع لا يأتي إلا بسبب، فعلينا إن احنا نبحث عن السبب لنعالجه، لأن الصداع في حد ذاته ليس مرض، ولكن هو نتيجة لسبب خلل ما في جسم الإنسان. في النهاية أتمنى لكم طبعا جميعا الصحة والعافية. لو أنت لسه موجود معايا في هذا الفيديو، يا ريت تضغط لايك شير، وإلى أن ألقاكم لكم مني قبة كل حب وتقدير. دمتم بصحة وعافية، وشكرا وإلى اللقاء.